العالم منشغل بحرب روسيا وصراع الأوروبيين، وتنظيم داعش له مخطط آخر تماماً. دولة لم يحلم بها من قبل، خيراتها تمنحه دعماً يكفي فروعه حول العالم، وطبيعة أرضها تمنحه حصن الحماية والأمان، ولا يحول بينه وبينها سوى حركة كان قد خرج من رحمها. والأسلوب كالعادة معروف، تفجيرات تزلزل الأرض وترهق البشر والحجر. إنها أرض الكنوز أفغانستان، وهو التنظيم الأكثر دموية وتطرفا وإرهابا في التاريخ. والطرف الثالث حركة غير مرغوب فيها أيضا على تلك الأرض. إليكم الحكاية. تفجير إرهابي مروع استهدف مقرا تعليميا وسط العاصمة الأفغانية كابول، راح ضحيته 35 قتيلا. هجوم يعد حلقة جديدة من مسلسل لا ينتهي من الهجمات. استهدف فيها داعش طالبان بلغ عددها حتى اللحظة 225 هجوما تقريبا، جميعها بتوقيع واحد: تنظيم الدولة في خراسان أو داعش خراسان. فما هو هذا التنظيم؟ وكيف ولد من رحم طالبان نفسها؟ وما خفايا صراعه مع طالبان منذ استيلائها على السلطة في البلاد؟ ولادة التنظيم. الزمان: منتصف كانون الثاني 2015. المكان: منطقة في باكستان تطل على الشريط الحدودي بين باكستان وأفغانستان. تجمع لأمراء من عدة مجموعات مسلحة جاءوا من مناطق قبلية باكستانية ومن داخل أفغانستان ليبايعوا في ذلك اليوم حافظ سعيد خان أوركزاي أميرا عليه، وحملوا معهم موافقات من مجموعات أخرى على مبايعة المذكور، وحملوه كذلك بيعتهم للبغدادي خليفة داعش في ذلك الوقت. وبعد فترة قصيرة جدا أعلن التنظيم الإرهابي تأسيس ولاية خراسان وضمها لتنظيم الدولة الأم. الإعلان الذي جاء على لسان الناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني في فيديو مصور، وبحسب الإعلان فقد ضم تنظيم ولاية خراسان أفغانستان وجزءا من باكستان وإيران وأوزباكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان. ولادة هذا الفرع للتنظيم سبقتها أحداث مهمة، مع ضرورة التنويه إلى أن أبرز أسماء هذا التنظيم هم في الأساس مجندون أو أمراء في طالبان، لكنهم انشقوا عن تنظيمهم الأم لينضموا لداعش، معلنين بعد ذلك إنشاء هذا الفرع في هذه البقعة التي كان الصيت فيها ذائعا لحركة طالبان. أما قصة الانشقاقات تلك فقد جرت أحداثها عام 2013 بعد مقتل المدعو حكيم الله محسود أمير حركة طالبان في باكستان نتيجة هجوم لطائرة أمريكية من غير طيار. وكما هو معتاد فقد تم ترشيح عدة أسماء لخلافته، هم المولوي فضل الله وسعيد خان سجنة وحافظ سعيد خان أوركزاي، ليحسم الخلاف بتنصيب فضل الله ويستلم منصب أمير حركة طالبان في أفغانستان، ما أشعل غضب حافظ سعيد خان الذي قرر الانشقاق وأنشأ مجموعته المسلحة في منطقة أوركزاي بعيدا عن مركزية حركة طالبان باكستان، ليشكل بعدها نواة تنظيم داعش ولاية خراسان. وعلى خطى سعيد خان أسماء كثيرة وذات مناصب كبيرة في الحركة أعلنت انشقاقها وانضمامها لداعش خراسان، وكان هؤلاء الوقود اللازم لانطلاق فرع التنظيم الجديد الذي أعلن أميره للجهاديين أن من يمت بغير بيعة الخليفة البغدادي يمت ميتة الجاهلية، محرما الانتماء لأي تنظيم جهادي عاد ولاية خراسان، ما أدى إلى توافد دفعات الجهاديين تباعا لتقديم فروض البيعة والولاء للتنظيم الوليد. أمراء ولدوا من رحم الحركة العدوة. كان التنظيم الجديد خاليا تقريبا من الأفراد الجدد، فالغالبية العظمى لأفراده كانوا إما من أتباع طالبان أفغانستان أو طالبان باكستان، وغلب على أتباعه أنهم من مدرستين فكريتين محددتين: السلفية وجماعة إشاعة التوحيد. وممن انضموا من السلفيين الشيخ أمين الله البيشاوري
أحد مشايخ السلفيين المشهورين في المنطقة، وعبد الرحيم مسلم دوست الذي كان من أوائل المبايعين لخليفة تنظيم الدولة. ومن جماعة إشاعة التوحيد انضم الكثيرون خاصة في المناطق القبلية، وغلبت صفة التشدد على المنشقين من هؤلاء عن مدارسهم الفكرية والمنضمين للتنظيم الوليد أنذاك، حيث ذكر عبد الرحيم مسلم دوست في تصريح له: كنت أجاهد الكفر العالمي بجانب حركة طالبان، ولم يكن لي أي منصب رسمي فيها، ولما علمنا أنها عميلة للاستخبارات الباكستانية ووجدنا ميدانا آخر للجهاد وهو تنظيم الدولة انضممنا له وتركنا طالبان. أما نواة التنظيم الأولى والأساسية فقد اعتمدت على حافظ سعيد خان القيادي السابق في حركة طالبان، والذي ينتمي فكريا لجماعة إشاعة التوحيد، وبويع أميرا لتنظيم الدولة في المنطقة وأميرا على ولاية خراسان. أيضا من المنضمين للتنظيم الإرهابي الملا عبد الرؤوف خادم أبو طلحة، الذي كان من أوائل المنضمين لطالبان وقاد فيل قهرات معها، كذلك عرف بقربه من زعيم الحركة الملا محمد عمر وعلاقاته الجيدة بالمقاتلين العربي من بينهم أبو مصعب الزرقاوي. كذلك كان أبو عمر الشيخ مقبول المعروف بشاهد الله شاهد أحد أهم الشخصيات في حركة طالبان باكستان والناطق الرسمي باسم الحركة، لكنه بايع التنظيم عام 2013 وقتل قبل أن يكمل عامه الأول في صفوفه، إضافة إلى شخصيات أخرى قد يطول الحديث عنها انبثقت من حركة طالبان لتشارك في خلق نواة التنظيم ثم قيادته لسنوات. صراع مع حركة ولد من رحمها. التنظيم ولد من رحم طالبان، إلا أنه لطالما اعتبرها منافسة أو ربما عدوا، إذ وضعها ضمن أهدافه إلى جانب الأمريكيين، حيث اعتبر قيادي التنظيم أن أفراد الحركة مرتكبون للشرك الأكبر وتنظيماتهم تحتكم لأمر الطاغوت وليس لأمر الله. ومع استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان اعتبرها التنظيم ضمن الحكومات المرتدة والعميلة للصليبيين، الجملة التي جاءت على لسان والي خراسان، فكل من تنظيم الدولة وطالبان يرى نفسه ممثلا للإسلام الحقيقي، كما يتبنى التنظيمان أفكارا متشددة تختلف عن بعضها، لكنهما يشتركان ككل التنظيمات المتشددة بأن كل منهما يعتقد أنه على حق، وأن أي معارضة له هي بمثابة معارضة الله ورسوله، فهم حملة اللواء ويحق لهم أن يقتلوا بهذا اللواء كل من يخالفهم الرأي. كذلك يربي كل من التنظيمين أتباعه على عداوة المفاهيم الديمقراطية، مثل المساواة بين الرجل والمرأة والتعددية وحقوق الإنسان وغيرها. باختصار، هما الحق بكل ما فيه والآخر هو الباطل بكل ما فيه. واليوم طالبان هي منافسة ولاية خراسان في أفغانستان، التي تتوعدها بعدم الراحة وسحب البساط من تحتها، ليبقى الأفغان ضائعين بين مطرقة طالبان ووجهها الآخر داعش خراسان، الذي يبدو أنه وضع نصب عينيه هدف الوصول للحكم في البلاد منذ الانسحاب الأمريكي واستيلاء حركة طالبان على السلطة. لكن مخططه هذا إذا ما تم فالعالم على موعد مع ظهور دولة جديدة مساحتها أضعاف ما حكم التنظيم منذ ظهوره في العراق وسوريا، بلد توفر له طبيعته الحصن المنيع وتمنحه خيراتها كل ما يحتاجه من دعم يمد به أفرعه الأخرى. وإذا ما نظرنا للأفغان فلسان حالهم الذي كان متخوفا من حكم طالبان ربما يتمنى أن تحسم هي هذا الصراع، فرغم أنها وجه آخر شبيه بداعش، إلا أنها في نظر الجميع أرحم من تنظيم معروف بأنه الأكثر وحشية وتطرفا في العالم. أفغانستان اليوم ميدان تنافس جديد بين متطرف وأكثر تطرفا، بين هذا وذاك يقف العالم عموما والأفغان خصوصا ليختار بين خيارين أحلاهما مر، فمن برأيكم سينتصر؟